يا اهلا بكم في الاجنده. من فتره لا باس بها لم نعد نتحدث في القضايا السياسيه المباشره اهملنا قضايا السياسه المباشره قليلا من باب التخفيف عليكم وعلينا ولاعتقادنا ان معظم ما يجري في الساحه السياسيه قد اصبح واضحا للجمهور والمتابعين ولا يحتاج الى مزيد كلام. وربما لاحظ المتابعون اننا حرصنا هنا في هذا البرنامج على اعطاء المشاهد الصورة العامة والاطار الكبير للاحداث اليومية التفصيلية، حاولنا ان نعطي المشاهد اصول الصراع السياسي لانه اذا عرف الاصول سهل عليه فهم التفاصيل اليومية للصراع. اذا فهم اذا فهم استراتيجيات الصراع سهل عليه فهم التكتيكات اليومية والانية. سبق وتكلمنا عن الجذور السياسية والجذور الثقافيه والجذور الاقتصاديه والجذور الدينيه للصراع الدولي والاقليمي والمحلي وقبل ان نتفرغ لقضايا التاريخ والفكر في شهر رمضان المبارك احببت ان نتوقف في هذه الحلقه عند احد الاسباب غير المعلنه للصراع الدولي الذي تحركه امريكا والمشهد في اليمن هو مجرد بيدك على رقعة الشطرنج الكبرى التي تلعبها امريكا وحلفاؤها موضوع حلقة هذه هذا المساء سيكون عن حرب العملات وقصة البترودولار أو قصة هي قصة عامة يعني محاولة تحرير صامتة للاقتصاد الدولي هناك محاولة لتحرير الاقتصاد الدولي من قبضة الدولار الأمريكي هذا هو موضوع حديث هذا المساء فكونوا معنا في حلقة سابقة. بداية هذا العام آه، ذكرنا توقعات آه، واحد من اهم السياسيين الامريكيين لعام 2019 كان بيتوقع للعام الجديد. هو مدير مجلس العلاقات الخارجية الامريكية والمدير السابق لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الامريكية اللي هو ريتشارد هاوس. ريتشارد هاوس هذا قال في حوار له مع قناة امريكية قال انا اراهن آه انه اذا ما اندلعت حرب خطيرة في عام 2019 فلن تكون مع كوريا الجنوبيه ولا حتى في بحر الصين الجنوبي ولا نستطيع توقع ما يفعله بوتين اوكرانيا ولكني اراهن هذا كلامه اراهن على ان على ايران يعني يراهن على ان الحرب القادمه في 2019 ستكون مع ايران ريتشارد هاوس يتوقع حرب على ايران في 2019 وهو ايضا ما توقعه المرشد الاعلى الايراني خامني في بدايه 2019 ايضا آنذاك وجه تحذيرا مثيرا للإيرانيين حول مخطط قال مخطط يستهدف إيران في العام 2019 قال بشكل دقيق على الجميع توخي الحذر الولايات المتحدة قد تكون أعدت خطة حول 2019 وقبل أيام قليلة أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن واشنطن سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران الإعفاءات على دول معينة يعني وطالب ترامب بوقف يعني هذه الدول طالب هذه الدول بوقف وارداتها من طهران من البترول اعتبارا من شهر مايو والا فانها ستواجه اجراءات عقابيه طبعا كانت امريكا قد رفعت العقوبات التاريخيه على ايران في اواخر عهد الرئيس اوباما بعد الاتفاق اللي وقعه البلدان حول النووي الايراني فلما جاء الرئيس ترامب رفض هذا الاتفاق وأعاد العقوبات كما كانت وهدد الدول التي تستورد النفط من إيران باستثناء خمس دول أعفاها البقية هددها بالعقوبات وفي خمس دول هي تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هذه أعفاها قال هذولا يعني نغفر لهم في الموضوع هذا ممكن يستوردوا من إيران قبل أيام قليلة رفع هذا الاستثناء قال خلص ما فيش استثناء لاحد على الجميع ان يحاصر ايران والا حاصرناه وعاقبناه. اكثر من هذا راح يصنف الحرس الثوري الايراني كمنظمه ارهابيه. طبعا معناه انه يحرم التعامل معها ويعاقب اي كيان يتعامل مع الحرس الثوري. الهدف المباشر من هذه العقوبات هو ارغام ايران على الجلوس على طاوله المفاوضات مره اخرى لمناقشه الاتفاق التكميلي. أو اتفاق تكميلي بالأصح يتعلق بتعديل البنود اللي شايف ترامب أنها معيبة في الاتفاق السابق المبرم في 2015 وإلزام إيران بوقف برنامجها الصاروخ البالستي هذا إضافة وكذلك ثنيها عن دعم الجماعات المسلحة والإنفصالية في الجزيرة العربية يعني الهدف ليس إسقاط النظام الإيراني وإنما تعديل سلوك النظام الإيراني تعديل سلوك. ما فيش حد يشتي يسقط النظام الايراني لا امريكا ولا السعوديه ولا ايران ولا احد من الموجودين. لانه وجودها بهذا الشكل يفيدهم. هذا بالنسبه للهدف المباشر والمعلن من العقوبات. اما الهدف غير المباشر او بالاصح الاهداف مجموع طبعا غير المباشره لانها في حقيقه الامر حزمه اهداف استراتيجيه وليس هدفا واحدا يعني. تعرضنا لبعض هذه الاهداف في حلقات سابقه عندما تحدثنا عن مشروع طريق الحرير الصيني وعندما تحدثنا عن مخاوف امريكا والعالم من ظهور كتله سياسيه اسلاميه على الساحه الدوليه بعد صعود تركيا القويه تكلمنا عن هذا وبقيت زاويه لم نسلط عليها الضوء بما فيه الكفايه هي زاويه الحرب الامريكيه في سبيل الحفاظ على مكانه الدولار كعمله دوليه هذه هي الحرب السريه يعني وهذا هو موضوع هذه الحلقة على مدار السبعين عاما الماضية على الأقل كان الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنة في العالم البنوك المركزية في جميع الدول تحتفظ بجزء كبير من احتياطاتها النقدية بالدولار ولا تستطيع شراء الطاقة إلا بالدولار والشركات تستعمله في المعاملات الدوليه بشكل دائم ايضا التجاره في سندات الخزانه الامريكيه تعد من اكبر اسواق العالم واكثرها سيوله كله بالدولار المواطن العادي في اي مكان في العالم يدخر امواله بالدولار وهكذا اصبح الدولار هو عمله النظام المالي العالمي وهذه بيزه عظيمه للاقتصاد الامريكي تسعى امريكا بكل قوه وحزب للحفاظ عليها. حتى انها مستعده لسحق الدول والانظمه التي تهدد مكانه الدولار في السوق الماليه. كما فعلت من قبل مع صدام حسين. ومع رئيس فنزويلا الحالي. طبعا هناك من المحللين من يرى ان امريكا ما قررت اسقاط صدام حسين الا بعد ان قرر هو استبدال اليورو بالدولار في بيع النفط. وهذا بالنسبه لامريكا هو الخط الاحمر ذاته فكيف يا ترى اصبح للدولار هذه المكانه؟ احنا نعرف القصه كيف تسعى امريكا لحمايه هذه المكانه وكيف بدات مكانه الدولار هذه؟ كيف ما قصه هذا هذه المكانه للدولار؟ طبعا القصه تعود الى نهايه الحرب العالميه الثانيه عندما اجتمعت 44 دوله على رأسها طبعا الدول المنتصرة في الحرب اجتمعت في قرية أمريكية اسمها بريتن وودز للاتفاق على وضع صيغة أو قواعد للتجارة أو حماية التجارة الدولية بعد الحرب ومن ضمن ما اتفقت عليه آنذاك هذه الدول أن تصبح العملة الأمريكية هي المعادل للذهب بحيث أن كل أنصة كل أنصة ذهب تساوي 35 دولار بعضهم كان 16 دولار مش متأكد من ما معنى أن يصبح الدولار معادل للذهب؟ معناه أنه باستطاعة أي مواطن في العالم أن يذهب إلى البنك المركزي الأمريكي ويسحب من الذهب ما يشاء بقدر ما لديه من دولارات أو العكس يسحب دولارات بقدر ما لديه من ذهب كل 35 دولار تساوي أونصة ذهب. طيب لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا اتفقوا على ذلك؟ لأنهم وجدوا التعامل بالعملة الورقية أسهل من التعامل بال في التداول من التعامل بالذهب أسهل الذهب ممكن يضيع الذهب ثقيل الذهب كذا فالعملة الورقية أخف وأسهل فقالوا خلونا نحط الذهب في مكان آمن ونتعامل بما يساويه من العملة عملة تكون ثابتة يعني نثبتها طيب لماذا اختاروا العملة الأمريكية تحديدا لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية باقتصاد قوي جدا وبجيش قوي بقية الدول حتى المنتصرة بريطانيا وغيرها خارجة خرجت بمدن مدمرة واقتصاد منهك وجيوش ضعيفة فكانت الفكرة أنه هذه الدول تضع مخزونها من الذهب في البنك المركزي الأمريكي وتحصل في مقابلة على الدولار بشرط أن تطبع أمريكا من الدولارات بقدر ما لديها من الذهب أظن في سويسرا يودعوها الذهب يعني يعني عموما في كل الحالات لا يجوز لها هذه الدول ان تطبع دولارات اكثر من احتياطي الذهب الذي تملكه سواء في البنك المركزي الامريكي او في سويسرا، لكن الامور الامور لم تجري على ما يرام بعد سنوات اكتشف العالم انه وقع في المصيده، حنشوف المصيده هذه ما هي في العام 1950 اندلعت الحرب الأهلية الكورية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وقفت أمريكا مع من؟ مع كوريا الجنوبية لأن موالية كوريا الجنوبية موالية للغرب الرأسمالي ضد الشمالية المدعومة آنذاك من الاتحاد السوفيتي تدخلت أمريكا هذا التدخل لا شك أنه كلف الخزينة الأمريكية الكثير من المال الحروب مكلفة بعدها بسنوات قليلة اندلعت الحرب الأهلية الفيتنامية برضو بين فيتنام الشمالية المدعومة من الاتحاد السوفيتي وفيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب بالذات الحرب الفيتنامية كلفت أمريكا الكثير من النفقات والكثير من الدماء وبدأ العالم يتساءل يعني من أين تنفق أمريكا على هذه الحروب بالدولار مع أنه ليس لديها الذهب الذي يغطيه بتنفق على الحروب منين؟ كان أول من لاحظ ذلك هو الرئيس الفرنسي شارل ديغول ديغول طلع يقول أمريكا بتخدعنا يا جماعة أمريكا بتبيع لنا ورق أخضر بس وقرر إرسال بارجة حربية محملة بالدولارات إلى أمريكا وقال للأمريكان تفضلوا خذوا هذه الدولارات ورجعوا لنا بدل هذا الذهب، وانصاعت أمريكا طبعاً رضخت، ونفس الشيء فعلته بريطانيا، أعطتهم شوية دولارات وقالت لهم رجعوا لنا الذهب. طبعاً هذا أوقع أمريكا في مشكلة وأزمة، أزمة اقتصادية، وبدأ مخزون الذهب في البنوك الأمريكية يتسرب إلى خارج أمريكا. واستمرت الازمه الى عام 1971 عندما كرر الرئيس الامريكي نيكسون حينها ان يعلن الخبر الصادم للعالم كله طلع على التلفزيون وقال ايها الناس قررنا ايقاف تبديل الذهب بالدولار لم يعد ممكنا تحويل الدولار الى ذهب خلص انتهت الحكايه طبعا هذا الخبر ادى الى صدمه اقتصاديه في العالم وفي امريكا نفسها ارتفع في امريكا مستوى التضخم بنسبه 15% مع انه عاده التضخم يرتفع في امريكا بنسبه يعني لا يزيد عن 1.5% هذه المره 15% ايضا الناتج القومي هبط للولايات المتحده البطاله في امريكا وصلت الى 9% بدات دول كثيره تفقد رغبتها في شراء الدولار هنا احست امريكا بالخطر وبدا العقل الامريكي يفكر في حلول تحافظ على هيبه الدولار ومكانه الاقتصاد الامريكي ايش يسووا؟ هذا ما توصل اليه ثعلب الخارجيه الأمريكية اليهودي المعروف هنريك سينجر. هنريك سينجر هذا اليهودي اهتدى في العام 1973 راح رتب زياره للملك السعودي فيصل بن عبد العزيز الى امريكا. وهناك التقى بالرئيس نيكسون وتم الاتفاق على الاتي. فيصل مع نيكسون اتفقوا على الاتي. تضمن الولايات المتحدة الأمريكية حماية المملكة العربية السعودية من أي خطر يتهددها اليمن والإيران ولا أي خطر في مقابل ماذا؟ في مقابل شرطين الأول أن تبيع السعودية بترولها بالدولار فقط والثاني أن تستثمر فائض مدخراتها في البنوك الأمريكية يعني الفلوس التي تحصل عليها بالدولار ترجعها للبنوك الأمريكية هذا الاتفاق ادى الى اجبار الدول التي تشتري البترول على شراء الدولار من امريكا اصبح الدولار سلعه لكي تحصل على النفط من السعوديه على درب السعوديه ايضا مشت بقيه دول اوبك المصدره للنفط هذه الدول لا تبيع بترولها الا بالدولار مشيت بعد السعوديه وهكذا اصبح العالم مجبر على شراء الدولار اذا اراد ان يشتري الطاقه النفط وهذا سمي حينها بالبترودولار يعني ربط البترول بالدولار المشكله بالنسبه لنا كيمنيين اين تكمن أن السعوديه من لحظتها ستظل تحافظ على تخلف اليمن و تحت تحت المجهر لماذا لانه اليمن لو افترضنا مثلا انه اكتشف النفط في هذه الحاله سينافسها على الحمايه الامريكيه وهي لا تريد لأمريكا أن تخرج من ال... تريد أمريكا أن تحميها وحدها فقط من تهديدات الجميع بما فيهم تهديدات اليمن فكيف لو دخلت تزاحمها اليمن في في هذا الموضوع كان لازم تبقي اليمن تحت السيطرة أبقتها تحت السيطرة عن طريق ماذا؟ في البداية عن طريق وضع رئيس جمهورية على نظرها يعني اللي هو علي عبد الله صالح والتحكم في الطبقة السياسية بالكامل من خلال علي عبد الله صالح ومجموعة شخصيات يمنية معروفة طبعا هذا الوضع لا يرضي الكثير من الدول وضع الدولار يعني كثير من دول العالم لا يرضيها هذا هناك دول تضيق بهذه المنافسه غير الشريفه من قبل امريكا امريكا تحصل على امتيازات مجانيه وتجبر العالم على استخدام عملتها بدون حق ولن يستمر هذا الوضع الا اذا استمر العالم في حاله ضعف والشيء الجيد أن العالم لم يستمر في حال الضعف إلى ما لا نهاية هناك دول تكبر كل يوم الصين تركيا الهند وتحاول التمرد على هذا الواقع الصين لا تريد الصدام المسلح مع أمريكا بالتأكيد لكنها أيضا لا تريد أن تبقى تحت رحمة الدولار الأمريكي وبدأت بالفعل بدأت تسعى إلى إلغاء التعامل بالدولار في بعض المعاملات التجارية وخاصة مع روسيا لأن روسيا تشاطرها نفس الرغبة وقبل سنوات قليلة عقدت الصين صفقة مع روسيا تقدر بحوالي 400 مليار دولار هذا قدرها لكن الصفقة تمت بالعملات المحلية بدلا من الدولار يعني باليوان الصيني والروبل الروسي تبادلوا يوان وروبل وهذا مؤشر خطير بالنسبة لأمريكا هذا قد يشجع دول أخرى وهناك بالفعل دول اخرى حاولت ذلك او هددت به مثل تركيا بعد التامر الامريكي على النظام التركي والاقتصاد التركي في السنتين الاخيرتين قررت تركيا التخفيف من الاعتماد على الدولار واصدرت في سبتمبر 2018 اصدرت مرسوم رئاسي يقضي بالغاء التعامل بالعملات الاجنبيه في عقود بيع وشراء وايجار العقارات داخل تركيا يعني خطوه في التخفيف المنى مناها يعني تشيل الدولار بالمره لكن خايفه من عقوبات على ان يتم استخدام الليره التركيه في بدلا من العملات الاجنبيه داخل في نفس هذا العام 2018 قررت فنزويلا ايضا التخلي عن الدولار في تعاملاتها التجاريه يعني بدات الدول تتكاثر ما شاء الله وهناك دول كثيره لديها هذه الرغبه منتظره الرغبه في التخلي عن الدولار لولا خوفها من امريكا ومنها دول أوروبية بالطبع يعني في ألمانيا في فرنسا وفي غيره هذه الدول تنتظر فقط أن ترتخي القبضة العسكرية الأمريكية وأن تنشغل أمريكا بنفسها ويتراجع نفوذها شوية لكي تبادر إلى التخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي ممكن يوجدوا عملة دولية جديدة وممكن يتبادلوا بالعملات الخاصة المحلية أمريكا تدرك هذا الكلام تدرك ان دول العالم الكبرى والمتوسطه تنتظر اللحظه التي ترتخي فيها قبضه امريكا وهيمنتها. ولك يعني هي لذلك امريكا تسعى بكل قوه وحزم للحفاظ على مكانتها الدوليه. لماذا؟ لانها لو تراجعت قليلا ستتراجع كثيرا. حتى تنكمش الى دوله دوله كبرى ممكن تظل دوله كبرى لكن بعد ان كانت امبراطوريه كبرى وهي لا تحتمل ذلك هناك مراقبون يعتقدون ان النفوذ الامريكي كان قد بدا في التراجع فعلا بعد حرب امريكا في العراق وافغانستان كان بدات شويه تتراجع وخاصه في عهد اوباما لأن أمريكا خرجت من الحرب بألاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وسبعة تريليون دولار خسارة أو نفقات وإحنا مش عارفين كم نهبت من العراق من الذهب وغيره والبترول وما زالت تنهب من الخليج كلها عندها نسبة خاصة من البترول في الخليج 25 أو 50% هذا خروجها من العراق ادى الى ازمه او حربها في العراق ادت الى الازمه الاقتصاديه في عام 2008 وهي ازمه خطيره كانت وهو ما دفع اداره اوباما لاعاده التفكير في الاستراتيجيه الخارجيه الامريكيه قرر الانسحاب من منطقه الشرق الاوسط قليلا وقال خلوهم يدبروا حالهم يعني ويتفرغ للخطر الروسي والصيني ولهذا حصلت الثورات في 2011 لانه كان في امريكا كانت حاولت تخرج من المنطقه وتركت الامور الشعوب تستفل مع الحكومات لولا ان النظامين السعودي والاماراتي اعاد النفوذ الامريكي مره اخرى الى المنطقه عندما قدما دعما سخيا للمرشح الجمهوري المتطرف ترامب هم اللي كانوا وراء فوزه في الانتخابات في اعتقادي وتحقق له الفوز وحصل التحالف المعروف بمجيء ترامب تشكل تحالف صهيوني عربي جديد في المنطقه وذلك بسبب توقيعنا في مايو الماضي لاتفاقيه استراتيجيه بين الصين والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بين الطرفين الروسي والصيني اكدنا على الاستخدام الفعال ل العملات الوطنية وهذا سيرفع استقرار الخدمات البنكية المصرفية لعملات استيراد والتصدير والابتعاد عن المخاطر في الأسواق العالمية فهمنا أن أمريكا تحارب من أجل الحفاظ على مكانة الدولار أو من أجل مصالحها بلغة أشمل وعرفنا أن هناك أنظمة عربية مثل السعودية والإمارات ومصر قد تحالفت مع إسرائيل وأمريكا تحالف مصيري وعرفنا أن هذه الدول المذكورة في حالة خلاف وفي حالة عداء مع إيران باستثناء مصر إلى حد ما فهل معنى هذا أن إيران هي عدو الشيطان ما دام هذا الشيطان ما دام هذا هو طرف الشيطان سعودية الإمارات إسرائيل أمريكا هل معنى ذلك أن أنه إيران عدو الشيطان وأنها تمثل فصّاد الرحمن هذه مسألة تحتاج إلى كلام لأن أبواك إيران وأدواتها الشريرة في المنطقة تحاول إقناع البسطاء بهذه الرواية. إيران والحشد الشعبي في العراق ونظام الأسد في سوريا وحزب حزب اللات في لبنان وشيعة الشوارع في اليمن، كل هؤلاء يحاولون إغواء البسطاء في العالم العربي إغواء بسردية تقول أنه حلف إيران هو حلف الرحمن الذي يواجه حزب الشيطان في العالم يواجه أمريكا وإسرائيل. وبعدين يطرزوا هذه السرديه الخرافيه بعناصر دينيه مختلفه من التراث الاسطوري للمذهب المهدي والباذنجان المنتظر وما شابه ذلك. قلنا اكثر من مره ان ايران قد تكون عدوا لامريكا واسرائيل لا مشكله مثلها مثل روسيا مثل كوريا الشماليه لكن هذا لا يعني لا ايران ولا روسيا ولا كوريا هم احباب الرحمن وجبهه الايمان. مش كل من عادى امريكا فهو من الصالحين، عندنا مجنون كوريا هذا عدو لدود لامريكا. وبوتين هذا الجزار الكبير عدو لدود لامريكا. والصين كمان. هذه دول تبحث عن مصالحها فقط. ايران توظف البعد الديني في تحصيل مصالح قوميه بعيده المدى. ما كانتش حتحصل عليها بدون توظيف المذهب. ايران تدرك أن أمريكا وإسرائيل حريصتان على تفتيت الكتلة السنية اللي بتقاوم إسرائيل والهيمنة الأمريكية من زمان، هي تدرك ذلك. إيران تعرف ذلك أنه أمريكا حريصة على تفتيت السنة، وهي بتدخل في المشروع هذا ومعها نصيب. تدرك أن إيران وأمريكا حريصتان على إبقاء أمريكا وإسرائيل حريصتان على إبقاء الشرق الأوسط ملغوم ملغوم بالصراع الطائفي والعرقي. إيران تعرف أن أمريكا سلمت لها العراق على الطبق من ذهب بعد ان نزعت منه النظام القومي العربي السني وقضت على الهيمنه السنيه في العراق. ايران تعرف ماذا تريد امريكا، تعرف انه لولا تساهل امريكا مع نظام الاسد ما بقي الاسد اسبوع واحد في سوريا. مع انه حليف ايران القوي الذي يمد حزب الله بشريان الحياه مش بيقولوا اسرائيل في حرب مع حزب الله، طيب حزب الله من اين من, من اين ياتيه المدد؟ من من سوريا، طيب ما دام سوريا هي اللي بتدعم حزب الله وحزب الله هو اللي بيحارب اسرائيل، لماذا لا نقطع العرق ونسيح دمه ونضرب نظام الاسد؟ لا. هذا سيضر اسرائيل. اللعبه مكشوفه. نحن لا نقول ان نظام ايران حليف لامريكا هذا لا نقوله، وانما نقول انه ايران عدو وظيفي لامريكا، وظيفي، يعني ايش وظيفي؟ يعني امريكا توظف عداوة ايران لصالح اسرائيل وصالحها. بتوظفها بذكاء، ما بيجلسوش مع بعض ويقولوا تعالوا نوظف عداوتنا، لا. ايران تعرف ماذا تريد امريكا، وامريكا تعرف ماذا تريد ايران، وبيشتغلوا كل واحد يشوف مصالحه في العداوة هذه من الكتلة السنية هذه الضعيفة. ايران على وعي بذلك. ايران تدرك ان ثورات الربيع العربي كانت كفيله بالحد من الهيمنه الامريكيه والاسرائيليه في المنطقه كما اشتكت اسرائيل نفسها. كانت عارفه ذلك. وان ثورات الربيع العربي كانت كفيله بمحاصره انظمه الخليج العميله لامريكا كما تقول ايران. ومع ذلك ماذا فعلت ايران في مع هذه الثورات؟ شاركت ايران بقوه في وعد هذه الثورات جنبا الى جنب مع النظام السعودي والنظام الايراني ومع امريكا ومع اسرائيل. لماذا؟ لأن مشروع إيران الحقيقي ليس نهضة المنطقة ولا الحد من الهيمنة الأمريكية كما تزعم بما ينفع شعوب المنطقة هدفها الحقيقي هو التوسع في الوطن العربي على حساب الكتلة السنية تحت لافتة ماذا؟ مقاومة النفوذ الأمريكي والتحالف الصهي باذنجاني هذا الشعار سيمكنها من التأثير على من؟ على شعوب المنطقه العربيه البسطاء على اصحابنا في وادي ظهر في بيت نعم في وما شابه ذلك في الوطن العربي لانهم ياكلوا من هذا الكلام وهذا هو الذي تريد ايران ولا تستطيع تحقيقه بغير هذه الوسيله الماكره ايران باختصار هي عدو ثالث للشعوب العربية له مشروع ثالث زي الجنس الثالث إلى جوار المشروعين الصهيوني والاستبداد العربي ولا يصح أن نكافئها على ما فعلته بنا لحد الآن وعلى الكلام هذا مشكلة أنا وحدنا حتى حتى الشيعة أنفسهم يعرفون هذا الكلام عن إيران ويقولونه يعني خلونا نستمع إلى رأي أمين عام حزب الله الأول أول أمين عام لحزب الله صبح الطفيلي خلينا نسمع رايه في ايران هو ادرى بها منا يعني لانه سيرها كثير ويعرف تفاصيل واسرار يعني تفضلوا نسمع اولا اذا اردنا ان نتحدث عن قرار يجب ان نتحدث عن قرار الايراني لان الايرانيين هم من يحملوا رايه الفتنه او هم جزء من حمله رايه الفتنه في المنطقه لان هناك من يلاقيهم في وسط الطريق م. من الفريق الاخر لكن بشكل مطلق. إيران تدافع عن مصالحها كأي دولة لديها مصالح استراتيجية. هل مصالح إيران حرب سنية شيعية؟ هل مصالح إيران حرق المنطقة كلها؟ هل مصالح إيران خدمة العدو الإسرائيلي؟ هل مصالح إيران خدمة الأمريكان؟ أين مصالح إيران؟ إذا لم تكن مصالح الإيرانيين في خدمة المسلمين ووحدتهم وقوتهم والعلاقات الحسنة بينهم. ودعم بعضهم بعضا، مصالح الايرانيين في تفتيت المسلمين وقتلهم في كل مكان، مصالح الايرانيين في الانقلاب في مصر الذي لا يخدم الا الاسرائيليين، مصالح الامريكي السوريين في في سحقهم لخدمه العدو الاسرائيلي. هذا عمل لا يخدم الا اعضاء الله، هذا عدم عمل لا يخدم الا الظلم والفساد والرذيله والجريمه. في خطابنا مع عامه الناس ينبغي ان نحافظ على البدهيات. وأن نظل نذكر بها حتى لا تلهينا التفاصيل اليومية على حسابها لأنه في التحليل السياسي أحيانا الناس يركزوا على التفاصيل الدقيقة التي تشوه على الخطوط العريضة البدهيات من البدهيات الواضحة أن تحالف السعودية الإمارات أمريكا لا يرغب في القضاء على الحوثي مع مع أنه يعني يعتبر ذراع ايراني والكل مضرر من ايران طيب يلا تعالوا اضربوا الذراع هذا في صنعاء لا لا ترغب على القضاء على الحوثي ولا على الك... ولا في القضاء على بشار لماذا؟ لانه هم بيخوضوا حرب لمصلحتهم مش لمصلحه اليمن ولا لمصلحه الوطن العربي الحرب الحقيقية الوحيدة التي تخوضها السعودية والإمارات وإيران هي الحرب ضد ثورات الربيع العربي وضد القوى التي حملت هذه الثورات. تحالف الغدر والخيانه السعودي الاماراتي لا يصدق الا في حربه ضد اليمن والقوى الوطنيه اليمنية، اما حربه على الحوثي لا مش صادق فيها ابدا. يعني هو هدف فقط الحد من قدرات الحوثي العسكريه، تهذيب اظافره بحيث يظل ايش؟ يظل باقي في اليمن بس خطر على اليمنيين مش علينا احنا. خطر على اليمن الجمهوري وعلى الوحده اليمنيه هكذا بيرتبوه القضاء على الحوثي ليس في واردا في اذهانهم وانما الحد من قدرتها العسكريه بحيث انه ما يهدد السعوديه انما يهدد اليمنيين والجمهوريه اليمنيه والوحده اليمنيه وما شابه ذلك الحوثي كما اقول دائما وعباره عن جماعه وظيفيه انتهازيه تقدم خدمات دوليه لأكثر من طرف إقليمي ودولي. في مقابل ماذا؟ في مقابل الحصول على مصالح سلالية. الحوثي هو أسوأ قدر في أسوأ ظرف يحيط باليمن. الحوثي استعملته إيران في تهديد السعودية والخليج الضغط عليه. واستعملته السعودية والإمارات وأمريكا في القضاء على ثورة فبراير ومقررات الحوار الوطني الشامل واستعمله علي صالح في الالتفاف او في الانتقام من القوى اليمنيه التي ثارت عليه ومن الشعب اليمني كله وتستعين به القوى الجنوبيه الراغبه في الانفصال وما زالت تستعين به على تحقيق مشروعها في بينهم تفاهم لليوم وعلى مواجهه الخصم المشترك الممثل في حزب الاصلاح. اذا الحوثي عباره عن مقاول خدمات عامه سياسيه يشبه البلاطجة بلاطجة الحارات القديمة أو بلاطجة الحارات القديمة في مصر بلطجي جو يستعينوا به علشان يضرب فلان ولا يدشتش الدكان الفلاني هو بلطجي يقدم خدمات للجميع في مقابل أنه يحصل على خدمات بسيطة أيضا على مصالح بسيطة هي سلطة سلطة سياسية للسلالة في مكان ما من اليمن هذا اللي بيدور عليه هذه البدهيات يحاول الإعلام السلالي التشويش عليها ويحاول يقدم الحوثي في صوره البطل الذي تغلب على تحالف كوني كبير 17 دوله قاومها هذا من الاساطير اللي بيقدموها للناس والناس بيبلعوها ويصدقوها معجزه معجزه تدل على ان الله هو الذي يرعى المشروع السلالي ما دام صمد امام 17 دوله الله نفسه هو الذي يرعى هذه المسيره التفجيريه التي اهلكت الحرث والنسل وجابت لنا الكوليرا والطاعون ودمرت البيوت والمساجد وأذلت اليمنيين ذلا لم يعرفوه إلا في تاريخ الحكم السلالي البائد في القرون السالفة لكن المشكلة مش هنا المشكلة في انصياع القوى الوطنية اليمنية للتآمر السعودي الإماراتي ضد اليمن ضد جمهورية اليمن ووحدته وضد ديمقراطيته وثروته وتاريخه انصياع غير مفهوم وغير مقبول من القوى الوطنية بالتحالف، انصياع ادى الى تفكك الجبهه الوطنيه وتسوسها بالفساد وتلاشي العزيمه اليمنيه في في استرداد الدوله والجمهوريه وكان الشرعيه قد سلمت خلاص سلمت بتقسيم اليمن وابقاء الحوثي سلطه امر واقع هناك تقصير من قبل القياده الشرعيه والقوى الوطنيه الجمهوريه تقصير يصل إلى حد الخيانة العظمى وليس هناك من حل إذا استمر الأمر على ما هو عليه إلا أن يفكر الشرفاء في بديل وطني جديد يتشكل في صلب الجيش الوطني في صلب الشرعية وفي ساحات المواجهة لابد من بديل جمهوري غير خاضع لسلطان التحالف الماكر اليمن لا يمكن لا يمكن ان تقبل بالبقاء تحت سلطة السلالة لا يمكن الا اذا ارادوا ان ندخل في حرب استنزاف طويله المدى الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله